عن متصدع من خشية الله شريستان او في دنا خوشي مسجد ارو نوز داي داي 2016 باذن الله فاش كسر بيتو جنس ماشي لا ترسي شي خم يعني ترسد او جنس ماشي كل كل استاش على الحصه اختي طيب باذن الله ما بي اي مرض بس بيمس الجني من الخوف لو قهر يصابنا بهذا المرض هسه ان شاء الله اختي عزيز علي طيب ان شاء الله سجل نفسي طيب باذن الله اخرجي يا عدو الله قال تعالى في كتابي الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أخرجي عدو الله أخرجي عدو الله أخرجي عدو الله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات جدرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأدبه شهاب أخرج هذه أختي بارك الله أختي هذه مبروك لي شوف اخوتي شوف مباشر ايه حسد دقيقه اختي نهار محمد رسول الله شلون صرتي؟ ايدك سويتي؟ باي مكان جنب اخي يتحرك خوش هيستان سيد كان سنباج بو تقولش كلمه اختي شو اسمك؟ نعم وين اهلك؟ ابو غريب بغداد بغداد جاي يمي اختي العزيزه كم سنه جيت يمي قبل كم سنه؟ عشان ما عندك اطفال؟ خمس سنوات رب العالمين رزقك بهذا الطفل تعال تعال حبيبي شو سميته؟ خوش هيستان كيف صار كيف صار؟ بداية وهذاك ممتاز احمد حبيبي قباليو خوش هيستان سيد كان تعال عشان نرجبو خلال فيزا خلال الشمال دركت هسه اجو دقي دبينو كيف صار جم دالي قوم دالي دابو زدك لقلبي وكيف صار بيش تدر ماكر او دابو شان زدك لقلبي داقري من دالي بي هسه ان شاء الله وياك هسه رب العالمين رزقكم بهذا الطفل اسمه احمد مو؟ احمد هسه شلون وضعيتك؟ قربان هسه ان شاء الله تعالى بارك الله قل لا اله الا الله محمد خوش هيستان سيد كان محمد رسول الله استاذ شارك تدري من هسه نشوف ان شاء الله بعد خمس دقائق عشر دقائق حتى نروح يم المسجد طب نبي رب العالمين الشفاء اختي ورزق بها طب قبل سنه جايين يعيشون بغداد بابو غريب طيبين ناس حبيبي احمد شو اسمك؟ حمودي والله انت ورده بقلاوه بجيش المهم المهم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا في زكاة الدم ان شاء الله هسه نشوفكم باذن الله تعالى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوش هيستان ديتان غافرتا في صار من داين ابو كاوين اطبخ فاي قول امدار جوالي هاتك ابو بغداد يقول ناوي علينا احمد اسمك احمد شو اسمك؟ ما شاء الله هو يقول حمودي فاي يقول ام دار لك وداك شيء اختي 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 عزه ايش خوش كش تازه جنة شو استاذ افرتك راس بالقران مسخين تي دالوي استاذ القران مسخين ليس انا بغداد هذا وزنت بقلبي زلك هذا كلام الدالي بي اختي اذا سويت شيء اذا سويت شيء وننزل من القران ما وشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا استغفر الله وصلى محمد وعلى محمد خوش اشتاق اول جمعه شيء قراني بيروت دنيا كيف سانا وفي صال من داينا وهاد أم دار دايبا في جو ما بيدي تمام يسا قولي من داري بو أعز أخلت أنا بي لا تسالي من من دار تمام يسا زيارة ربزانا من داري بو عالم دينا تسالي من دار نايب كربانا دكتور داري دكتور تسيا من سماش فارد اسخوايا فارد تسا زيارة من داري بعادة شيل ما بخصوصو فارد من داري داري قربان لك اخويا هم شرك عصانا لك لما زحمتا اخويا من داري خشلي مش تعزل لشي بو بربوا اخويا يقول شوي لنا اول جمعه يصير دايه هم لهم تانا كم بقى من صبر صار بس وراها اصبر يا ابو صار من داينا بس بدا لك ادري في صانات انت من في صاله الله يقول 11 سنه ما عندنا اطفال رب العالمين هذا اخوه زوجه في البيت مبروك لك ايش اسمك؟ اختي نعم مبروك لك خوش هيستان اول مزيق قران داوله هم تانا كم بقى من صبر اخر رساله اسلامه حبي بشر ما ناي حبي اخوان ما ندري قران حاكم بي حتى نمر دينا فكي احم بقى كذب بدون هاي بحكم مشاعي اخوان يفزك بس بدا اخو جيهان سلطان وتنزع حكم شريف وين اكل بعد خلق دليل فازين وانا معاش انا فاري انا زجان تكسوا اذا اخو حاكم بي ما فاي فقير دور من يقي ازبي بس بدا اخو ان الحكم الا لحكم الاخوه ان شاء الله حكم الاخوه دي بابي توا هم ما بخوش دجين زانا ما فايتنا لكم يا نسانيا ان شاء الله وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد كان مع مسند ان شاء الله او شفتينا كاك لو من او شفتك تخينهم كان محمد جواد توجه كان مشكلتنا مش نقول بس دمي
بقدر نصبرنا ما خوين وجه كام قريب خوين منهم ما خلتي معنا كل ابن آدم خطاء وخير خطاين الطاوم هم اللي خلتيه بس بعشرة كسوية طويلة وصل على سيد أورو نوزدي دي 2016 روج الشمة فرو متسايق وداني تاني وش كذن الشيء وهذا بقدر أقوله فش كي من دارك شيء لخوين هو وصل الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد أسأل سيد دقيقتين وقبل الله أوش سوزي لو خايدة منوج مرزي القرآن كخوين قرش كاينة لا باس لو خايدة نزل رب العالمين يرسل ابن الله أكبر الذي خلق وشق السماء وبصره لحوله وقوته فتبارك الله وأحسن الخالقين سبح قدوس رب الملائكة والرب الله أكبر خوش هستان أول سوز دبو خوايكا يعظى صالب وخشك من داري نبو تماني زور قبرشا خواه من داري شداء نايلنا خوش بركة يا سلسة حبيبي خوش سوز دبو لقما خواه من داري داري خاتش جنة البغداية بتاري يا مساري جنة قليل جنة كش من داري أوج معزي قرآني فيروز خطا معزيش كي قرآني فيروز بخواه يقورتان دس بيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بدي دائما تمام. أستاذ بس تعال لنا تعال لنا يا أخواتي. ودي الأستاذ في تعال لنا يا أستاذ غالي تعال لنا أنا. خوش هريستان أوج معزي قرآني في الوز وهذا هو معزة القرآن رب العالمين الشفاو في رزق بطحن وجعله مسجد هم رب العالمين الشفاو هذا هو بركة الطب النبوي والقرآن الكريم وإحنا صرنا سبب خلي كنا نسوي نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مبروك لك تعبناكم حبيبي السلام عليكم ورحمة الله عزيزي تعز على الرين إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم معكم شيء